مرحبا يا حلوين، كيف حالكم؟ اليوم درسنا هو عن حرف اللام. حرف اللام صوته ال، صوت حرف اللام ال، ويلفظ لام ويلفظ لام. عنوان الدرس لدينا شراب لذيذ، شراب لذيذ. كلمة لذيذ فيها حرف اللام بداية الكلمة. نأتي إلى الصور. لا، ليمون بداية الكلمة، برتقال نهاية الكلمة. والآن أقرأ وأصل بالكلمة المتماثلة. لا، لا عليها فتحة، لا لحم، لا لحم. لو، لو ضمة، لو لعبة. لي، لسان، لي لسان كسرة. نعيد مرة أخرى. لا فتحة، لو لعبة، لي لسان. سوف نصل الكلمات المتشابهة مع بعضها البعض. لحم، نذهب ونرى الحرف، حرف اللام وعليه الفتحة. إذا هنا حرف اللام وعليه فتحة. لعبة، نذهب لنرى أين حرف اللام الذي عليه الضمة. لعبة، إذا هذه هي. لسان، نذهب لنرى أين يوجد حرف اللام الذي عليه الكسرة. لسان، إذا لحم تكون مع لحم، ولعبة مع لعبة، ولسان مع لسان. الآن سوف أعلمكم يا أصدقائي كيفية كتابة الحرف. لا، نقوم بعمل عصاي وصحن صغير. نعيدها مرة أخرى. عصاي وصحن صغير. مرة أخرى. عصاي وصحن صغير. لنضع الفتحة هنا. لا، نضع الضمة هنا. لو، نضع الكسرة هنا. لي، لنكتبها مع حرف المد. لا، نقوم بعمل عصاي، وهنا لا نقوم بعمل صحن وإنما خط أفقي، خط أفقي. نضع حرف الألف معها، نضع حرف الألف معها. ثم نقوم بكتابة لو مع اللام والواو. لو، لا مع الألف، لو مع الأو، ولي مع الياء. نعيدها مرة أخرى يا أصدقائي. نقوم بكتابة الحرف عصاي وصحن صغير. عصاي وصحن صغير. عصاي وصحن صغير. لنربطها مع حرف المد. عصاي وخط أفقي. عصاي وخط أفقي، وبقلبها حرف الألف، وبقلبها حرف الألف. لو، عصاي ومعها الواو. لو، عصاي ومعها الواو. لي، لام ومعها الياء. لي، لام ومعها الياء. الآن لنلاحظ ماذا يوجد لدينا. كلمات فيها حرف اللام: ليمون، فيل، ليمون بداية الكلمة، وفيل نهاية الكلمة. أيضا جاءت لدينا برتقال نهاية الكلمة، برتقال نهاية الكلمة. لحم بداية الكلمة، لعبة بداية الكلمة، ولسان بداية الكلمة. لنرى على الكتاب الآخر يا أصدقائي. لا، لو، لي. لا، لو، لي. والآن سوف نكتب الحرف على الملح. الملح أيضا فيه حرف اللام، هكذا نكتبه. لام، عصاي وصحن صغير. عصاي وصحن صغير. وهكذا انتهى درسنا يا أصدقاء.